الغربية تزوج الرجال من الرجال والنساء من النساء. أنا بحترم هذا الشيء لأنه أنا ما بلاقي حدا عم بيضروا حدا. بتقلي مثلا البيدوفيليا أكيد لازم ينعدموا يمكن حتى. البيدوفيليا هو الاعتداء الجنسي على الأطفال أو الشذوذ مع الأطفال. إيه بس شيء تاني، العالم هن حرين بأجسادهم، منهم عم بيقربوا علينا. أسباب عدم ارتباط جد شويري، أنت هلأ مش مرتبط، مرتبط ولن أعلن ذلك، شروط الارتباط عندي كتير صعبة، أسباب أخرى. رح أعلن إنه أنا في حدا بحياتي، حالك مرتبط ولن أو مش بأعلن على الموضوع، لكن أنا ما كتير بآمن بالحب for eternity لمدى الحياة. قلنا شوي عن هاي الشائعة كيف طلعت أو ليش طلعت؟ ما بعرف، هي كان في علاقة وما بعرف يعتبروها زواج، كان في زواج قديم وانتهى يعني. هلا ما كان زواج يعني الجديد، كانت علاقة وما انتهت. يعني ما حدش يبقى يملك الحق انه ينشر عن اي انسان اي خبر، لا طبعا، في اي وقت بلا سند. لا وخبر ده خبر سخيف جدا يعني، مش خبر عادي، مش يعني داخل بطوله فيلم ولا خدت اجر كذا ولا ما خدتش اجر كذا. يعني انا ليه اتخيل كمواطن مصري عربي بسيط، انا لي طلب واحد بس، ان يتم تشريع قانون ممنوع نشر اي تهمه في اي قضيه الا بامر من النيابه بس. قضية المثلية الجنسية اللي بيتكلموا عنها دي، اللي بيتكلموا عنها لأنها حق من حقوق الإنسان، أنا بقول حق الله هو الأبدى والأولى. المثلية مش حرية، يعني المثلية ممكن تكون حرية في مجتمعات أخرى، لكن إحنا ناس مسلمين وناس مسيحيين وكل الأديان بتحرم هذه. بعد اعتبر انه انت حطيت العلم ورجعت شلته. ايوه، شو حقيقه هذا الامر؟ هو ده اللي حصل فعلا، انه انا حطيت العلم لاني عندي اصدقاء مثليين وكنت سعيد ليهم، يعني انه في حق ما عالمي اخذ. وبعدين حصلت هجوم مش طبيعي فخفت، العلاقة اللي كانت تجمعك بالراحل يوسف شاهين. ايوه، توصفها ازاي؟ اب لابنه. فانا قررت ساعتها ان انا مش همشي في جنازة فنانين. ليه؟ لان عارف ان الكاميرات موجودة، ويعني حتى هتلاقي ان الصراع اللي حصل لما مات الاستاذ رحمه الله عليه الاستاذ سعيد صالح. شوف الـ 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 الاتجار باللحظه، واستاذ عادل امام وما اعرفش ايه، وحاجات يعني